جماعه شايفين المعاناه اللي انا فيها ومعايا طفل واحد، وبشوف امهات كتير قوي بتعاني ان عندها طفل مش عارفه تنام، مش عارفه تاكل، مش عارفه تنزل. ماما ممكن تحكي لنا عن معاناتك مع ثلاث اطفال اللي هو انا وكريم ونور؟ كان عندك 3 سنين، فريق جمباز في نادي الجزيره، لازم اروح التمرين 4 ساعات كل يوم، ومعايا كريم عنده سنه ونص لسه متعلم المشي، فبجري وراه احضر شنطه منه علشان التمرين وما بعد التمرين وما قبل لبس التمرين، الاكل والشرب وشنطه كريم والبامبرز والاكل والحاجات دي. المفاجاه نحارب النور. يا لهوي يا ماما ازاي؟ طيب ما كانش معايا ناني وما كانش معايا اخوات، ما كانش معايا اي حاجه. بجد بجد ازاي يعني؟ انا معايا حمزه، وحمزه اللي هو في سن اللي هو سنه ده. حاجه مهمه قوي معلش عايزه اقول عليها، فقره ما قبل النزول. غدا بقى وتحضير واللبس وبتلبسي ورا بعض، واللي بيعيط واللي بيتخانق واللي بيجري بالشراب بتاع ده واللي بيلبس بنطلون ده مش عارفه كانت كمان. والله العظيم بجد جنه تحت اقدام الامهات كلها احنا كده. صح؟ بس ما كنتش بشتكي. خش كده. ما كانتش بتشتكي يعني؟ انا مش عارفه ازاي، انا عمري ما افتكرت. قلت الكلام، عمري ما افتكرت يا ماما بتزعق وبتعيط ومنهاره. فسبحان الله والله العظيم ربنا بينزل عليكي كده طاقه غريبه انت مش متخيله. يا ماما بتقعد تقول انا ازاي عملت كده. انا دلوقتي بقول انا ازاي عملت كده. ايوه هي طاقه كده من عند ربنا والله العظيم. حاسس بالامهات وبيقويهم من عنده حقيقي. الجنه تحت اقدام الامهات جميعا، حتى مخلفه ربع طفل برضه. ربنا يكون في عونك.